متتبعي قناة الفاس بريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. في هذه الحلقة هذه غادي نناقشوا المشكل الذي تفجر في الأسابيع الأخيرة والمتعلق بواحد الرائحة كريهة تنبعث من واد بوتكورة، خاصة على مستوى أحياء النسيم وحي إسلان. هذه الرائحة هذه يعني انتقلت مؤخرا إلى مجلس المدينة وتفجرت القضية داخل مجلس المدينة. بعض المنتخبين طالبوا بفتح تحقيق ومعرفة الأسباب تاع هذه الرائحة الكريهة. بالإضافة هذا المحور هذه غنناقشوا محور ثاني وهو ميزانية مجلس مقاطعة الحي الحسني والمحاور الرئيسية ديال هذه الميزانية. باقي التفاصيل غادي نناقشوا نشوفوها في هذا الفيديو اللي تنستضيفوا فيه السي مصطفى مندور عضو مجلس مدينة الدار البيضاء. السي مصطفى مرحبا بك. شكرا سي احمد وشكرا لجريدة انفاس بلس على الاستضافة. ونستضيف ايضا السي حسين البكوري عضو مجلس مقاطعة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء. شكرا لكم، تحية طيبة وشكرا لقناة انفاس بريس. بداية السي مصطفى، مؤخرا فجرت واحد القضية تاع الرائحة الكريهة اللي تنبعث من واد بوتكورة، خاصة على مستوى حي إسلان وحي النسيب. بالنسبة لكم ثم كحزب التقدم والاشتراكي ايضا تعضو في مجلس مقاطعة الحي الحسني ومجلس المدينة، كيفاش تشوف هذا الامر هذا؟ شكرا سي احمد. ان هذا المشكل هذا ماشي وليد اليوم، وانما هذه سنوات وساكنه حي النسيم والنسيم اسلان والاحياء المجاوره والحي الجامعي يعانون الامرين من الروائح الكريهه والتي اصبحت تشكل خطر على صحه وسلامه ساكنه هذه الاحياء، والاكثر من ذلك ان هذه الروائح الكريهه انتقلت الى الاحياء حتى الاحياء المجاوره، ليس سفار الحجبات الزبير الى اخره. اليوم المدى ديالها توسع اكثر بسبب المياه المتدفقه ولا المجرى ديال المياه في واد بوتكورة. كما يعلم الجميع ان اصلاح وتاهيل واد بوتكورة اللي كلف ميزانية ديال ما يقرب من 900 مليون درهم، يعني 90 مليار سنتيم. الهدف اللي كان من وراء هذا، الهدف هو باش نتجنب الدار البيضاء الفيضانات، محاربة الفيضانات وتجنب الفيضانات وما عاشته الدار البيضاء دي سنوات، اليوم ربما انه نتفادوه. ولكن في نفس الوقت هو انجاز مهم كبير، مشروع مهم، ولكن في نفس الوقت لا عنده انعكاسات سلبيه على صحه المواطنين. لو شد العلاقه عنده بهذيك القناه اللي دارت الرائحه، شنو المصدر ديال الرائحه دابا؟ المصدر منين جاي؟ اليوم المشروع الواد بوتكورة هو كان مخصص الا المياه ديال الشتاء ديال الامطار. بلادنا عرفت جفاف هذه 3 سنوات. اليوم الى حدود اليوم المياه المجاري ديال المياه غاديه. تقولوا منين المصدر ديالها؟ المصدر ديالها هو وحدات صناعيه التي تكب المجرى ديالها في الربط مباشر في واد بوتكورة، وبترخيص او بموافقه من الجهه التي تشرف على واد بوتكورة وهو الحوض المائي. الحوض المائي كيرخص لواحد المجموعات هذاك، يقال انها تقوم بمعالجه، ولكن اي معالجه؟ بعد المعالجه وبعد التحاليل وهذا تيرخصوا لهم باش هذيك المياه ديال هذيك الوحدات الصناعيه تفرغ. فات عندنا فيديوهات شاحنات سهريج دي سيتر كيجيو كيفرغوا في واد بوتكورة وكيمشيو. اسمعني سي مندور، السي البكوري، السكان تاع ديك المنطقه سي النسيم وحي سن قدموا مجموعه من الشكايات لمجموعه من الجهات، ولكن لا احد يتدخل، وكان المشكل يعني بسيط، علما انهم تيقولوا بان المشكله تدور الصحه ديالنا حنا، يعني قدرنا نصبروا على مثلا حوايج اخرى، ولكن فاش توصل الصحه تاع الانسان راه مساله خطيره. صحيح سي احمد، بالنسبه لهذه الاشكاليه ما بقاتش كتعلق غير بسكان حي النسيم وحي اسلان، بل الامر تجاوز هذه المنطقه هذه، وصل لحي الفا حتى الحي الحسني. يعني هذه المساله ولات حتى شائعه، حتى على نشطاء على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي كتلقى كل مره كيتحدثوا او كيديروا بعض المنشورات التي تتعلق بروائح كريهه اللي المصدر ديالها هو واد بوتكورة. اليوم كنعتقد اليوم حنا كحزب اتحاد الشراكي وكاعضاء التحالف ديال الفريق المعارضه على مستوى مقاطعه الحي الحسني مع الاخوه في حزب التقدم والاشتراكيه، كنتحمل المسؤوليه ديالنا كامله كفاعلين سياسيين كنديروا سياسه القرب،
تجاه ساكنة النسيم وتجاه ساكنة اللي كتضر أو ساكنة حي حسن بشكل عام. واليوم احنا نفس السؤال يطرح، كيف الحوض المائي انهم كيعطيو التراخيص، وكما ذكر الرفيق منظور انه ممكن صهاريج ديال اللي كيتم التفريغ ديالها على مستوى هذا الواد، وهذا هو السبب الرئيسي في المساله ديال انتشار الروائح. الروائح اليوم راه ما يمكنش غتكون غير مستوى الريح، راه غتكون انتشار اوبئه وامراض، وبالتالي هنا ما تبع الروائح ما تبع تبعات اخرى. احنا اليوم كان مسؤول، انتم كحزب الاتحاد الشراكي يعني واش دخلتوا في هذا الامر، صيفتوا انتم شكايات يعني على مستوى البرلمان، واش طرحتوا على مستوى البرلمان؟ احنا كاين تواصل مع الاخوان في هذه المساله هذه باش فعلا نوجهوا مجموعه من الاسئله المتعلقه بهذا الحوض الواد بوسكوره والاسباب الرئيسيه لهذه الروائح، لانه بالنهايه حتى المساله كتعلق بمدينه الدار البيضاء. اليوم مدينه الدار البيضاء بهذا الواد هذا في حاله خطر على مستوى الاوبئه والامراض اللي ممكن تصيب الساكنه ديال مدينه الدار البيضاء. سي منظور، في مجلس مدينه الدوره الاخيره ديالو تنعقدات 19 اكتوبر 2023 طرحت هذه القضيه هذه، ولكن كما ما لاحظناش هذاك التفاعل الجدي، وكان الامر يعني بسيط جدا. اعتقد ان الامر ماشي بسيط، وكان الجواب ديال السيده العمده ان باتصال مع السيد العامل باش على اساس ايجاد مشكل. الان اليوم الناس ما بقاش كتعاني من الروائح الكريهه، راه من الروائح الكريهه من ضفادع الجيران، راه باللي راه السفير ديالو راه ما يخليش هذوك الناس ينعسوا. شنو ولا القانون يعني جاي كيقول لك ولينا صابرين على شنو ولا على هذا الشيء، ولكن الريحه اللي ما قالش والريحه والصفير ديال هذيك الضفادع راه ما يمكنش واحد يمكن ينعس. ما يمكنش الناس اليوم تحل الشراجم ديالها وتنفس هواء، ما كاينش هواء نقي. اليوم هذا موضوع شائك، هذا موضوع تيطلب الجرأه، تيطلب القرار السياسي، تيطلب انه الحزم. يا اما غادي نحلوا مشكل الناس واما جهجه. اليوم شنو العمليه كيفاش يمكننا نتسوى؟ شنو الحلول الانيه دابا اليوم اللي خصها دار؟ الحلول الانيه هو الكوراج. يعني هذاك الواد من برشيد الى الحي الحسني خص يدار ليه التنظيف ديالو، الكوراج. راه مملوء بالاحجار وبالاطربه وبالاشجار الابقار الميته والاغنام الميته اللي شاط، اللي نقولوا باللغه باش كلشي فهمنا، اللي شاطت عليه شي حاجه واللي ما عندوش حاجه تيروح في هذاك الواد، وهذا هو اللي كيتسبب في هذاك. الا ما دارش كوراج دابا لهذاك الواد، اعتقد ان الناس اليوم الناس كيسمحوا في ديورهم. ما يمكنش واحد سنين هو تيشتغل وخدا قروض باش يبني سكن ولادو فيلا في اسلان النسيم وما يقدرش يتمتع فيها. الناس كما قال الناس يبيعوا ديورهم ولا الناس غيبيعوا ديورهم، الناس ايضا تيقول بان تنخرجوا مع 4 الصباح 5 الصباح تنخرجوا من ديورنا باش نمشيو نتلقوا لمكان اخر تفاديا لهذه الرائحه هذه. ماشي شيء طبيعي يعني، وسط مدينه الدار البيضاء ما تنهضروش على شي منطقه نائيه في هذه. ماشي طبيعي، ولكن اعتقد المسؤوليه هي مسؤوليه مشتركه، مسؤوليه لجماعه الدار البيضاء مع الجهات المسؤوله. اليوم الكل خصو يتحد في اطار ماشي نقولوا الحد من الاشكاليه ديال هذا الواد هذا. واليوم جميع الفاعلين سواء كان فاعل سياسي او الفاعل الجمعوي خصو يكون يد واحده، لانه بالنهايه المتضرر هما الساكنه. اليوم ما يمكنش نحمل مسؤوليه الطرف الاخر. فعلا كاين واحد المسؤوليه على مستوى التراخيص وكيف تتم تدبير هذا الملف ديال التراخيص. خصو يتم ايقاف التراخيص، وكما ذكروا التراخيص ديال هذوك الناس اللي كينزلوا اللي لانه اليوم كنلقاو مصانع كيتم واحد الصناعيه كتفرغ وكيفاش المراقبه؟ ما كاينش مراقبه الناس، راه مسؤوليه مشتركه السي احمد. المسؤوليه على مستوى الفاعل السياسي اللي كيدير سياسه القرب على مستوى مقاطعه الحي الحسني، لانه بالنهايه احنا المتضررين الاولى، وخصنا نترافعوا على هذه القضيه على مستوى جماعه الدار البيضاء، ايضا مع الجهات المسؤوله، الجهات المسؤوله المديريه المتعلقه بالارصاد والجويه، ايضا الحوض المائي. اذا هناك مجموعه من الشركاء اللي خصهم يكونوا داخلين في هذه المساله هذه باش نحدوا من هذا الملف هذا. واخا نمشيو للمحور الثاني هو المحور انا باش نزيد نكمل في هذه، انه كاين اتفاقيه شراكه اللي قبل الانجاز ديال المشروع كانت اتفاقيه شراكه، كانوا شركاء دائما تهضر على مشروع مواد بوسكوره ديال مواد بوسكوره، وبالتالي اليوم نحمل المسؤوليه وكامل المسؤوليه للحوض المائي لاليداك جماعه الدار البيضاء السلطه المحليه خص يتلقى حل الان، والا راه اليوم حنا تنتي لالارم تنقولوا انه راه
أرى الخطر يهدد سلامة المواطنين وخاصة الأطفال الصغار وخاصة الشيوخ. واليوم الناس تساموا بأمراض مزمنة، كيفاش يمكن واحد ما يقدرش يحل الشرجم ديال السكن ديالو باش يتنفس باش يشم هواء نقي؟ البعض يقول غايقول ثم تتبالغوا. لا ملي تنقولوا السي احمد، ملي تنقولوا انه الناس كتخرج مع 4 الصباح بالفعل كتخرج مع 4 و3، علاش؟ باش يهز ولادو يديهم لواحد البلاصه فيها هواء نقي باش يستنشقوا هذاك الهواء، وهذا كيدفع الناس باش يبيعوا يتنازلوا على يبيعوا المنازل ديالهم باقل ثمن. علما انه فاش استقروا في هذا المكان استقروا بحثا على الهدوء على الطبيعه اللي مزيانه في الماكينه. وكنت تقولوا المدينه الخضراء، واش هذه المدينه الخضراء؟ المدينه الخضراء شربوا بها الناس على اساس يتنفسوا هواء نقي. واليوم راه هذاك الشيء راه وصل للمدينه الخضراء، وملي كتجي راه حتى من برشيد، مدينه برشيد الوحدات الصناعيه كتفرغ تما، بوزكوره الوحدات الصناعيه كتفرغ تما، الى هذا هو من هنا منين جاي هاد المصايب كلها. وتتبعي قناه الفاس بريس، ندوزو للمحور الثاني وتتعلق بالميزانيه. سي الحسن، عندك مجموعه من الملاحظات حول الميزانيه ديال مقاطعه الحي الحسني، علما انه تم المصادقه على الميزانيه. اشني اهم الملاحظات اللي عندك في هذه الميزانيه؟ اولا كقراءه عامه على مشروع حساب النفقات المتعلق بمقاطعه الحي الحسني، اليوم على 3 سنوات الاخيره لاول مره كنوصل نفقات التجهيز ل 13.6% بما يعادل واحد 4,075,000 درهم، وهذه هذه النقطة هذه منافية لما هو للمراسلة المتعلقة بدولة وزير الداخلية المتعلقة بإعداد وتنفيذ الميزانية للجماعة الترابية سنة 2023، واللي فيها واحد النقطة اللي هي ترشيد نفقات التجهيز. نقدروا نشوف هذا التيار هذا، وخصوصا أن ارتفاع مستوى أو نسبة المتعلقة بالقطاع الرياضي، ملي كنهضر على القطاع الرياضي بمعنى المنشآت الرياضية والمركبات. هذه المسألة أعتقد أنها محمودة، لأنه لماذا؟ اليوم المملكة المغربية مقبلة على مجموعة من المحطات الرياضية. مجموعة من المحطات لعب سواء كأس أفريقيا 2025 أو كأس العالم 2030، وبالتالي وربما الأمر المحمود أنه ملعب ديال الألفة أدرج ضمن قائمة الملاعب التي سوف تكون يعني كملاعب للتدريب للمنتخبات إن شاء الله في 2025 وغتدخل الصيانة ديالها. هذا الأمر ديال تعزيز القطاع الرياضي بمجموعة من المبالغ مهم جدا وأمر محمود وحنا كنتوافقوا عليه. النقطة اللي كانت أثارت دائما تثير إشكال بعد نقطة هي العتاد الصغير والكبير. اليوم حنا اليوم دائما ملي كنديروا قراءة مالية في إطار الحكامة، الحكامة راه ماشي خصها تكون كشعارات، الحكامة ملي كتولي العتاد الصغير يستحسن يتم تحديد نوعية العتاد. ونمشيو للنقطة الأهم اللي هي المساحات الخضراء. اليوم كنعرفوا جماعة الدار البيضاء، قبل ما نمشيو للمساحات الخضراء، الميزانيه المخصصه الان تاع مجلس مقاطعه الحي الحسني هي تزادت يعني تقريبا واحد 30 مليون درهم تقريبا، 30 ما يعادل 3 مليار تقريبا، 3 مليار. ورغم ذلك باقي المشاكل هي المشاكل، وباقي الصداع هو الصداع، وباقي الاشكاليه ما كتعلقش اشكاليه على مستوى التدبير. على مستوى التدبير ما احنا درنا مجموعه من الاشارات ودرنا مراسلات في هذا الشان هذا لا لرئاسه المجلس ولا مجلس مقاطعه الحي الحسني المكتب المسير، انه خصو عمليه التدبير خصها تعاود تلتزم بالحكامه. واليوم كان مجموعه من الاشكاليات مشروع حساب النفقات اللي احنا خلال دوره شتنبر ما قدرناش نداولوا فيه تقريبا تعطاتنا 21 دقيقه الاخيره باش نداولوا في مشروع حساب النفقات. هذا الشيء اللي خلانا كاحزاب المعارضه نعلنوا الرفض ديالنا في التصويت على حساب مشروع حساب النفقات. سي مدور، كنتي درتي واحد التدوين اثار ضجه على مستوى المواقع التواصل الاجتماعي وحتى على المستوى الواقع، قلتي بان مقاطعه الحي الحسني ما عندهاش ولا شجره ما دارتش في هذه المقاطعه، يعني كيف واش هادشي بصح ولا ماشي بصح؟ ولا لا، قبل الاجابه على السؤال ديالك سي احمد، لابد من الاشاره ان البرمجه ديال الميزانيه اللي هي 3 مليار سنتيم المخصصه لمقاطعه الحي الحسني ما خضعتش لواحد الدراسه علميه ميدانيه، كانت فيها شويه ديال المحاباه هذا معايا المفوض له في هذا القطاع يمكن خصص لي واحد المبلغ مالي ولا اخر، ما كانش شي دراسه علميه. وهذا ما يجري الحديث على المساحات الخضراء اللي تخصص لي واحد المبلغ ديال 361 مليون مليون سنتيم بمعدل 12%. اليوم حنا في الحي الحسني فين هما المساحات الخضراء اللي عندنا؟ ما عندناش مساحات خضراء. يعني والجماعة ان المبلغ اللي مخصص للمساحات الخضراء هو مبالغ فيه، مبالغ فيه كثير، ماشي مبالغ فيه كثر بزاف بزاف، ربما يلا غيديروا مساحات خضراء. ما عندناش الوعاء العقاري، لان اليوم الا بغيت دير مساحه خضراء خصك العقار يكون موفر، والا غادي ندوزوا الاعتداء المادي والمحاكم والجماعه ثاني ترفع دعاوي بجماعه الدار البيضاء، وحنا ما
علاش تقول على كاش نقولوا اليوم جماعه الدار البيضاء عنت على صفقه مهمه ورسلت جميع المقاطعات باش يزودوها بالحاجيات ديالهم بمعنى الشوارع الرئيسيه المساحات الخضراء للصيانه ديالهم والاهتمام والصيانه ديالهم من ضمنهم الحي الحسني. عندنا شنو اللي عندنا حنا بالحي الحسني؟ عندنا هما دوك لي ريفيج ما بين في شارع كتلقى فيه ذهب واياب هذاك الوسط ديالو هما اللي تقريبا عندنا واللي اليوم كلفه بهم جماعه الدار البيضاء. حنايا مواقف الموقف ديالنا حنايا في المعارضه شنو تنقولوا؟ تنقولوا هذا المبلغ اللي مخصص لهذه المساحات الخضراء يمشي للبنيه التحتيه اللي الهشه. راه عندنا حي ما يسمى بحي جنان اللوز كله تراب، واش حنا باقي عندنا زناقي تراب ونمشيو ما عندناش بيبينير مش اللي يمكن نشريو الاغراس ونحطوهم فيه وداك الشيء ما عندناش. بمعنى انه هذا المبلغ اللي مخصص هو مبالغ فيه، وبالتالي الاشجار اللي حنا جبناها من جماعه الدار البيضاء وكل بعض غيقول بان الترافع ديالك يعني تيصب في واحد الاتجاه اخر، لان الان تكون في الدار البيضاء تيقولوا الاهتمام بالمساحات الخضراء ومجلس المقاطعه الحي الحسني دار هذه الخطوه ورصد واحد المبلغ مهم باش يهتم بهذه المساحات الخضراء. فين غنديروا هذا المبلغ؟ فين غنوظفوه؟ فين غادي تسمح لي فين غيوظف هذا المبلغ ديال 368 مليون؟ فين هو المساحات في المعارضه في هذا المبلغ؟ باش نكمل تنقول لك اليوم باقي عندنا أزقة تراب من عهد الاستعمار، من خدينا الاستقلال إلى يومنا هذا، نصلحوا البنية التحتية، القنوات الصرف الصحي وخاصة مثلا منطقة لساسفة والوفاق مع تهطل الأمطار المنازل المجاري ديال المياه كتدخل حتى للديور والناس كتعرض لواحد الحالة ديال تكرفيس، الاتات ديالهم تيتعرض لواحد المجموعه ديال الامور. وبالتالي اليوم تنقولوا العقلانه، تنقول انايا نبرمج حسب الامور المتوفره. غنوصلوا للعقلانه الكرشة رأيك في القضيه على المساحات الخضراء. اليوم انا كنعتقد مع الدعم ديال جماعه الدار البيضاء ومع المبلغ الذي تم رصده في مشروع حساب النفقات خصنا نقولوا نتحدثوا على مخطط الحي الحسني الاخضر. الخوف كل الخوف انه يصبوا ما صب عليه مخطط المغرب الاخضر، واليوم راه كنشوفوا البطاطا شحال وصلات وكنوصل الخضر شحال وصلات، وبالتالي ما كان والو كلشي كان هباء منثورا. هذا امر غادي محسوم، وبالتالي انا ما عندناش اشكاليه ان المساحات الخضراء تكون عندنا في جماعه مقاطعه الحي الحسني. بالعكس حنا ما عندنا كاين شي حد كيتمنى ما يخرج وما يلقاش مساحات خضراء، ولكن كنتحدث اولا على الدوله ديال الوزير الداخلي المتعلقه بتنفيذ اعداد الميزانيه الجماعه الترابيه. واليوم حنا كنعيشوا واحد الحاله ديال الجفاف. اذا جينا نحطوا الاولويات، الاولويه الاولى واش صيانه الطرقات الاعتياديه، واش الناس تبقى تمشي في البيست ولا بلاص ناس عندهم مساحه خضراء وناس يمشيو في التراب؟ معناه مشكل ويدخلوا من غبره الدار. يعني هنا التدبير والحكامه راه ماشي شعارات، الحكامه خصها تم التنزيل ديالها. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، اليوم انا اشنو ولكن كان واحد اهتمام بالبنيه، اسمح لي كنت انا نجيب الراي الاخر، كان اهتمام بالبنيه التحتيه في الميزانيه، يعني مخصصين اعتمادات ماليه للاهتمام بالبنيه التحتيه. السنه هذه عم صوتنا الطرق الاعتياديه 32.7% كانت كتكون اكثر من هذا الرقم هذا. الا جبنا الميزانيه السابقه علاش؟ لانه خصنا نقسم. كان تصريح الرئيس مجلس مقاطعه الحي الحسني خلال انعقاد اللجنه الماليه انه لم يتم صرف، انه كيعتبر بالنسبه له انه من في اطار الحكام وداك الشيء ما صرفش في السنوات من الشهور السابقه، وبالتالي بقات واحد الاموال، بقات واحد المبالغ مهمه جدا اللي كتعلق بالصيانه والطرقات. وهذا الامر دار بشكل ماشي بشكل اعتباطي، هذا دار بشكل مدروس على اساس انه غيتم تحويل الميزانيه لقطاعات مغيره معينه دون غيرها. اليوم خلينا نرجعوا للنسبه ديال المساله ديال الحكامه. اليوم اللي كتهضر معايا على العتاد الصغير اللي كيمثل واحد 10% 324 مليون، فين هي نسبه الهدر؟ على حنا ما كانوش عندنا الكراسه والطوابل ودوك الاليات اللي عندنا، فين كيمشيو هذوك الكراسه والطوابل؟ علاش ما كيتمش هنا كنهضروا على الاشراك السياسي الحقيقي، علاش ما كيتمش توضيح جميع الامور وحتى على مستوى المساحات الخضراء؟ انت كاع بغيتي تخصص واحد الميزانيه ديال 12 مليون للمساحات الخضراء، جيتي ودرنا عقدنا واحد اللجنه في اطار اللجنه الاقتصاديه والماليه ولا لجنه التعمير وجلسنا وعطيتونا البطائق التقنيه ديال المساحات الخضراء متوفره، واليوم كنعرفوا واحد الساحه واحد الحديقه سميتها افغانستان وما آلت اليه. والحديقه حتى هي كانت ضمن في الولايه السابقه تصرف عليها واحد المبلغ مهم جدا، واليوم كنشوفوا الوضعيه الحاليه ديالها. حنا ما بغيناش
بغيناش ما بغيناش نبقاو استمرار في العبث. خصنا العقلانه ديال الامور وخصها يتم تنزيل الحكمه بالاصول ديالها بالقواعد ديالها. العقلانه تاع تنزيل الميزانيه هذا هو المشكل اللي كاين في الحي الحسن وايضا في مجموعه من المقاطعات تاع الدار البيضاء. ما تتشوفش بان يعني مبلغ تاع 3 مليون درهم ياك هو اللي تاع المنحه، يعني خص مقاطعه الحي الحسن كما كانت تكون واحد المقاطعه اللي يعني التنميه تكون في هذا 3 سنين اللي جايه تكون مزيانه. وما كان ملي كنتكلموا على العقلانه كنخصوا مبلغ ديال 12% واللي هو 361 مليون المساحة الخضراء، والثقافة 1.9% بمعنى أن 60 مليون سنتيم سنويا. واش بهذا المبلغ يمكننا أننا ننميو أننا نساهموا في التكوين والتثقيف ديال المنطقة؟ واش هذا واش بهذا المنهجية يمكن لنا أننا نعطيو الثقافة ما تستحقه بمنطقة، علما أن اليوم المنطقة كتوفر على مركب ثقافي كبير هو الحسني. الجانب الاجتماعي المركب الثقافي جا بعيد شويه على الحي الحسني، ما بعيد والو، رانا في التراب، راه عندنا مركب ثقافي، عندنا دور 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 الشباب، عندنا الجانب الاجتماعي تخص لي مبلغ ديال 93 مليون، اي ميزانيه ديال 3.1%. اليوم شنو اللي خصنا نهتموا به؟ هو الجانب الاجتماعي والجانب الثقافي والبنية التحتية، هذو ثلاثة ديال الأمور، وهذا كان اتفاق عندنا مع رئيس المقاطعة على أساس أننا نعطيو الأولوية للأحياء الأكثر تضررا بدون خلفية سياسية بدون هذا. يعني ما يمكنش واحد عنده المنطقة اللي ساكن فيها ولا الحي اللي فيه كتوفر فيه أبسط الشروط وحي كتعدم فيه أبسط الشروط. الواحد غادي يقول السي البكوري بان شي تطالب انتم المقاطعه الحي الحسن فوق الطاقه ديالها هي تبقى مقاطعه من بين المقاطعات، وبان يعني هادشي الاهتمام بالجانب الاجتماعي واهتمام بالجانب الرياضي واهتمام بالمساحه الخضراء في واحد الوقت تيخصو ميزانيه اللي اكثر من 3 مليون درهم. هذا الشيء ما فيش اشكال انه فعلا تدبير المقاطعات كيطلب واحد المبلغ مهم جدا، ولكن كيطلب الحكمه كتطلب الجرأة السياسية في اتخاذ مجموعة من القرارات. واليوم حنا كأحزاب معارضة سياسية للأسف ما كاينش جرأة سياسية في مجموعة من الأمور. اليوم مقاطعة الحي الحسني كاين هناك إقصاء سياسي لمجموعة من الفرقاء السياسيين على مستوى أحزاب المعارضة، والأمر اللي كيخليهم يعني يمشيو في بعض الانزلاقات اللي حنا بالنهاية هما اللي تيتحملوا المسؤولية، هما اللي تيسيروا تما في المعارضة، خصهم تبقى في المعارضة. المسؤولية يعني تقع على المجلس وتقع على الأغلبية المسيرة، هذا أمر مهم جدا، ولكن حنا الدور ديالنا حنا كمعارضة وطنية بناءة كنحاولوا نديروا التصويب ديال الأخطاء. هذا الشيء اللي كان خلانا حنا على الأقل بغينا ندارسوا هذه الأمور خلال مشروع حساب النفقات باش نداولوا، وما تعطاناش الوقت ديال التداول. حتى الحق ديالنا في الديمقراطية والمادة 270 من القانون التنظيمي اللي كتنص على الديمقراطية التشاركية والتداول ما قدرناش نلتزموها. خليني نمشي معك واحد النقطة مهمة جدا. اليوم المغرب مقبل على الورش أو كان هناك واحد الورش اجتماعي في إطار الدولة الاجتماعية. إذا جينا نديروا هذه المقاربة هذه مع الميزانية المخصصة للورش الاجتماعي لمستوى مقاطعة الحي الحسني، كنعرفوا أن السنة اللي فاتت كان تم المصادقة والتصويت على أساس ديك الإعانات والمهوبات الهبات الاجتماعية ما كتبقاش في يد المقاطعات، وبالتالي تحيدت هذه النقطة هذه. اليوم خلينا نشوفوا ماذا قدم على مستوى الورش الاجتماعي ولا التنشيط المحلي. التنشيط المحلي اللي القانون التنظيمي كيحدوا في إطار 10%، اليوم ما وصلناش 10%. على مستوى الثقافي عندنا 60 مليون 1.9 مليون، ولا دخلنا فيها هذيك الختانة أو الإعذار 3.1، يعني ما يعادل تقريبا اقل من 5%، وبالتالي ما وصلناش حتى للسقف ديال 10% اللي هو مربوط بالنص القانوني. اذا اليوم حنا كمقاطعه خصنا نكون مقاطعه اجتماعيه، عندنا علاقه، حنا كنديروا سياسه القرب مع الساكنه، حنا اللي كنعرفوا الناس المرضى، كنعرفوا الناس المصابين، كنعرفوا، وبالتالي خصنا واحد العلاقه مباشره. اذا حتى وانا كنتحدث على المسؤولين واصحاب القرار في جماعه الدار البيضاء، حتى المساله ديال التصويت والمصادقه على هذه المساله هذه فيها اشكال وفيها نقاش كبير جدا. كخصها تفتح واحد الحوار مع المجتمع المغربي بجميع اطيافه في المساله هذه. واش يبقى عند المسؤول السياسي ولا تمشي عند المسؤول ديال وزاره الداخليه؟ باش نوضحوا اكثر اذا سمحتي يا سي احمد، ما ان جماعه الدار البيضاء غادي تدعم المقاطعات في المجال ديال البيئي، المساحات الخضراء والصيانه ديالهم، علاش انا غادي نخصص مبلغ ديال 361 مليون لهذا الشق هذا؟ عندي دعم ديال الجماعه، يمكن هذا المبلغ نوظفوا لامور اخرى اللي الساكنه في حاجه ماسه اليها. وثانيا متفق معك ان الحي الحسني كاين استثناء الحي الحسني وعين الشوق، الحي الحسني اليوم راه المساحه ديالها 45 كيلومتر.
عدد السكان ديالها غادي في تزايد من نظر النمو الديموغرافي. والميزانيه اللي مخصصه لمقاطعة الحي الحسين غير كافيه ما كنظنش، ولكن خصنا العقلانه، خصنا البرمجه تكون بناء على الحاجيات، بناء على هذه، بناء على هذه، بناء على هذه. اليوم من حسن الحظ انا تنقول وبكل نزاهه فكريه، من حسن الحظ مقاطعه الحي الحسين انها كتوفر على اطر ديال الموظفين شباب، كتوفر فيهم الكفاءه، النزاهه والاستقامه، وهذا هما اللي خلاو على الاقل نسبيا ان الامور كتمشي في، خلاو مثلا كما تيقولوا الفرنسي لو ترانسيو لي راي، خلاو القطار فوق السكه. اما كون ما كانوش هاد الاطر هادو الله اعلم ما عرفتش يقدر يوقع. سي مندور شكرا جزيلا على الدعوه. سي الحسن شكرا جزيلا على شكرا مستحمد متتبعي قناه فاس بريس. الى الحد نقول لكم الى اللقاء في حلقه، الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي.